أعلنت شركة تكنو عن سلسلة هواتف كامون 20 الجديدة مع 4 نسخ من الهواتف، وهي كامون 20 وكامون 20 برو وكامون 20 برو 5G وكامون 20 برايمر 5G. وقالت الشركة إن الهواتف جاءت بتقنية جديدة ومذهلة في مادة تصنيع الهيكل الخارجي والكاميرات. في هذا التقرير سنركز على نسخة كامون 20 برايمر 5G. دعونا نطلعكم على أبرز ما جاءت به شركة تكنو. تقول الشركة إن الهاتف من الخلف جاء مصنوعا من مادة ماجيك سكين، وهي تقنية مادية جديدة تماما من الجلد، وتصف الشركة التقنية بأنها مقاومة لأثار البصمات. في الخلف وحدة كاميرا تضم 3 عدسات وفلاش LED ومستشعر ليزر. أما الجانب الأيمن من الهاتف نرى أزرار التحكم في الصوت وزر الطاقة، وجاء بحواف حادة مصنوعة من المعدن. أما الشاشة جاءت بنسبة 88.1% من الواجهة الأمامية. وتقول الشركة إن الحواف السفلية جاءت أرحف قليلا من الجزء العلوي للهاتف. الشاشة جاءت من نوع أموليد بمقاس 6.67 إنش، ومعدل تحديث يصل ل 120 هرتز بدقة 2400 في 1080 بيكسل. ولمحبي الألعاب والتطبيقات الكبيرة، الهاتف سيعمل بالمعالج الجديد ميدياتيك دايمن سيتي 8050 8 نواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، بذاكرة رام 8 جيجا بايت مع 512 جيجا بايت ذاكرة تخزين، بالإضافة إلى ذاكرة 8 جيجا بايت رام إضافية ممتدة يتم استخدامها من ذاكرة التخزين غير المستخدمة. ولمحبي التصوير، الهاتف جاء بثلاث كاميرات في الخلف. الرئيسية جاءت مميزة بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وبتقنية RGBW، وهي تعمل على تنقية الشوائب في الصورة ووضوح الألوان، وتعمل أيضا على تصوير فيديو بدقة 4K ب30 لتر في الثانية. أما الكاميرا الثانية جاءت فائقة الاتساع بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 بتقنية PDAF، وهي تعمل على تركيز وتثبيت الصور، وتستطيع أيضا تصوير فيديو بدقة 4K ب30 إطار في الثانية. أما الكاميرا الثالثة تختص في تصوير العمق أو الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4. بجانب الكاميرات الثلاث هناك مستشعر يعمل بالليزر لتثبيت وتركيز الصور. أما الكاميرا الأمامية جاءت عالية التركيز وتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة 2.5. البطارية جاءت بحجم 5000 ملي أمبير بقوة شحن تصل ل 45 واط. يدعم الهاتف شريحتي اتصال، أما بصمة الإصبع فهي مدمجة مع الشاشة وليست مع زر الطاقة، ولا يدعم مخرج سماعات الأذن 3.5 ملم، وستوفر باللونين الأسود والأزرق، وستوفر في منطقة الشرق الأوسط قريبا بسعر 450 دولارا. من الملاحظ أن الشركة اعتمدت على التقنية الحديثة في صناعة الهاتف. أخبرنا رأيك في التعليقات، هل يستحق الهاتف التجربة؟